كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق واداء رجولي من لعيبه النادي الاهلي. ما فيش شك في كده، يعني ميدالية نستحقها، وزي ما كابتن شريف قال انه كنا نستحق. لو ركزنا شويه في ماتش فلومينيزي كان ممكن نلعب على الذهب النهارده، لكن الحمد لله النهارده اداء مشرف، جهد كبير من معظم او من كل اللعيبه اللي في الملعب باختلاف وتباين مستوى كل واحد، لكن جهد غير طبيعي مبذول. الشوط الاولاني يعني احنا اللي دخلنا فرقه اوراوا المباراه. الشوط الاولاني كنا مستحوذين تماما، اخطر بكتير، جبنا جونين حلوين وكنا نقدر نضيف ثالث ورابع. يعني في اخر الشوط اوراوا قدر يجيب 2-1، فطبيعه الحال ان النتيجه لما بتطلع 2-0 غير 2-1 بتديهم حماس شويه، بتديهم دفعه، وده اللي حصل بدايه الشوط الثاني. لما نزلوا ضاعت منهم فرصه، بعدين احنا فرصه، بعدين ضربه جزاء ليهم على طول بدري في الدقيقه 55، ابتدوا يخشوا في الماتش والنتيجه اتصعبت. لكن الحمد لله يعني علي معلول في توقيت اكتر من رائع في الدقيقه 59 الهدف الثالث رجع الثقه تاني للعيبه النادي الاهلي، وابتدى الامور تتسيطر عليها تاني. الماتش الشوط الثاني نسبيا رايح جاي غير الشوط الاولاني اللي كان تماما بتاع النادي الاهلي، لكن في مجمل اللقاء النادي الاهلي كان حرام يخسر من فرقه اوراوا بادائه وبروحه العاليه والجهد اللي بذله اللعيبه. وطبعا مبروك للجهاز الفني بقياده مستر كولر وكل المعاونين ليه، يعني انجاز بيسطر في تاريخ النادي الاهلي، رابع مره البرونزيه في تاريخنا، حاجه كويسه جدا ما حدش حققها قبل كده. طبعا ما حدش حققها ولا ثالث ولا ثالث ميداليات حتى برونزيه. الرابعه طبعا اضافه برضو لدولاب النادي الاهلي، فهي مباراه جيده من عناصر كتيره في الفرقه، والحمد لله اربع اهداف هايلين. والكره الرابعه بقى اللي هي في اخر دقيقه تقريبا، فاول من علي معلول خلى الشكل كمان افضل، يعني ادى حلاوه للقاء اكتر، لانه هو ده اللي كان الطبيعي للفرق ده 2 على الاقل اللي كان ماشي بيه الشوط الاولاني 2-0. صحيح، كنا مستنيين اجوان تاني، فهو رغم ان هم تعادلوا ورجعوا للقاء، لكن الهدفين بتوع علي معلول حسموا الموضوع وخلوا المنظر كمان افضل، الجون الرابع. فمبروك لجماهير النادي الاهلي، ومبروك لمجلس ادارته والجهاز الفني واللاعبين، وبنشكرهم على الجهد اللي بذلوه النهارده، وتحيه البرونز للمره الرابعه.